في النادي الاهلي الجزيره فرحه كبيره جدا، زي ما بيقولوا النادي الاهلي في عيد. النهارده فرحه كبيره من قبل مجلس اداره النادي الاهلي مع كل لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني. النهارده معايا واحد من نجوم النادي الاهلي اللي تربوا داخل النادي الاهلي، الكابتن محمود كهربا. برحب بيك يا كابتن كهربا على قناه الاهلي والف مبروك. حبيبي يا كابتن، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بشكرك طبعا على الكلام الجميل دوت، والواحد يعني مش قادر يوصف يعني فرحته ازاي يعني البطوله ديت، يعني الواحد كان بيحلم بيها والحمد لله يعني حققتها يعني في مسيرتي يعني الحمد لله. كهربا، دوري عام مع النادي الاهلي لاول مره، بطوله دوري ابطال افريقيا. يمكن والله الحمد لله يعني توفيق من عند ربنا، يمكن يعني في اول موسم ليا يعني حتى ما لعبتش كتير يعني، والكلام ده كله انت عارف حصل لي ظروف كتير، فربنا كافيني يعني ببطولتين في 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 مده قصيره قوي. ان شاء الله باذن الله في بطولتين تاني ان شاء الله الشهر الجاي باذن الله. قبل المباراه النهائيه كهربا اصيب بفيروس كورونا، كهربا ممكن يستبعد المباراه، لكن بفضل الله واصرار كهربا انه عايز يرجع، عايز يكون موجود في الفرحه الكبيره. كان عندك اصرار كبير عشان تكون في المباراه النهائيه يا كهربا. والله الحمد لله، يمكن انت عارف النادي الاهلي ما بيتاثرش اصلا باي غيابات لان اللعبه كلها موجوده واللعبه رجاله، ويمكن انا لما يعني جالي فيروس كورونا كنت بدعي ربنا ان شاء الله يعني ان انا اكون موجود، لان انا كنت حاسس ان احنا ان شاء الله يعني ناخد افريقيا يعني باذن الله. فالواحد بعد لما خد افريقيا حتى والدتي بتكلمني بتقول لي شوف ربنا ما ضيعش تعبك، يعني كنت قاعد وعمال يعني كنت بعمل حاجات كتير قوي يعني، يعني كنت بكلم دكاتره العالم كلها يعني يمكن عشان خاطر انا اخف. فالحمد لله يعني ربنا كتبها لي ان انا اكون موجود يعني الحمد لله. كهربا هو طالع منصه التتويج يستلم الميداليه بتاعته، احتفاليه خاصه مع كابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب بيمثل ايه الكهربا؟ بالنسبه لي يعني ده اسطوره كبيره جدا يعني بالنسبه لكل مصر، مش ككهربا بس، وانا بعتبره في زي والدي بالظبط، لان هو دايما كان بيتكلم معايا ويديني نصايح. انا يمكن اقل حاجه انا اديله التحيه، لان هو يستحق ان العالم كله يديله التحيه، لان ده الاسطوره اللي بجد. كان عندك اصرار كبير كل اللاعبين وكهربا معاهم ان الجيل ده يكتب اسمه في تاريخ النادي الاهلي. الاحداث اللي كانت قبل المباراه او الرسائل اللي بتتبعت من الجمهور كانت بتوصل لكم وحاسين بيها كهربا فعلا؟ كل حاجه كانت بتوصل لنا، كل اللعبة كانت مركزه جدا. يمكن انا لحقت اخر يومين في المعسكر، رجل جيت لقيت اللعبة كلها مركزه، وكان عندهم اصرار ان هم يكسبوا، والحمد لله يعني التوفيق من عند ربنا ان كرمنا بالبطوله دي. غايبه بقى لها 7 سنين عن النادي، وانت عارف النادي الاهلي متعود على البطولات يعني، انت يعني النهارده فرحنا بكره كده كده خلاص هننسى اللي فات، نركز بقى في البطوله اللي جايه باذن الله. ده الكلام اللي قاله كابتن محمود خطيب. دلوقتي عندنا تحديات جديده، ده قدر البطل، ما بيفرحش طويلا، الفرحه قصيره عشان عندنا كاس مصر، عندنا السوبر الافريقي، عندنا كاس عالم الانديه. طبعا كان ده كان حلم ان انا اكون موجود في كاس عالم الانديه. يمكن طبعا كابتن الخطيب النهارده يعني قال الكلام ده، يمكن نوصل اللعبة كلها يعني. انت النهارده لو جيت الاوضه عندنا يمكن المفروض بقى افراح ولا عادي، ولا لكننا يعني خدنا بطوله. فالحمد لله يعني الحمد لله يعني فضل من عند ربنا احنا خدنا بطوله افريقيا وكتبت في السي في بتاعنا الحمد لله. يعني كاس عالم انديه يعني هتبقى سي في وتاريخ كبير في تاريخ كهربا اللي لعب كاس عالم قبل كده، كان موجود مع منتخب مصر، بيمثلك ايه انك انت النهارده على يعني في تاريخ جديد مع النادي الاهلي؟ يمكن ده كان حلم من احلام حياتي ان انا اكون موجود اصلا في النادي الاهلي يعني، يمكن وانا صغير انت عارف انا مشيت، فكان نفسي ان ارجع تاني والحمد لله ربنا كتبها لي، وكان نفسي فعلا العب كاس عالم الانديه، لان انت عارف وانا صغير كنت بقعد اتفرج على الجيل طبعا الذهبي بتاعنا، كنت بتفرج عليهم الصبح وما في اليابان، فكان نفسي ان انا اكون موجود، والحمد لله ربنا يعني خلاني ابقى موجود ان شاء الله فيها باذن الله ان شاء الله. كان عندك احساس ممكن البطوله تضيع في اي وقت؟ يمكن انا والله امبارح اصلا انا يمكن يعني انا كنت مشجع، انا كنت قاعد اصلا على يعني في مدرجات ونزلت وانا بسخن عمال اشجع اللعيبه، يمكن مش عندي احساس. هو بعد يعني بعد الجون 1-1 حسيت كده في لحظه ان ممكن الماتش يهرب مننا، فالحمد لله ربنا كرمنا بجون قفشه، ولان احنا تعبنا جامد السنه دي بجد يعني تعبنا تعب كبير قوي في كل الماتشات وكل السفر، فربنا كرمنا يعني وادينا قد تعب. امبارح انا كنت موجود في الملعب وانت بتعمل عمليه الاحماء، انت مش بتسخن، انت واقف بتشجع اللعيبه وبتنادي على كل واحد باسمه في الملعب وبتاذر زمايلك من خلاله، انت كنت بتعمل عمليه الاحماء بره كهربا.
يمكن دي يعني ده اللي كان المطلوب يعني مننا كلنا، مش انا بس، لان اللاعب دايما بيبقى في الملعب بيبقى ساعات متنشن، في ضغط ممكن اشم عليه الضغط، انا شايف هو ما يكونش شايف، حتى الفرص اللي ضاعت مننا كلنا بنشجع اللعيبه اللي ان شاء الله هنجيبها وهيجيبوا جوان، ويعني الكلام يعني الحمد لله انا جاب نتيجه. انت من اقرب الناس لمؤمن زكريا، مؤمن زكريا اللي بنهدي له البطوله، مؤمن زكريا وش الخير وش السعد على النادي الاهلي وتميمه الفوز بتاعتنا. يعني امبارح كنت مبسوط ونزلت استقبلت مؤمن زكريا واول واحد اخذته ورحت يعني تحتفل معاه بكاس افريقيا امبارح. يمكن مؤمن زكريا ده يعني زي اخويا الكبير بالظبط، هو مؤمن زكريا كان موجود برده معانا في الاحتفاليه دلوقتي. مؤمن زكريا ده اخويا الكبير وساعدني كتير، فيمكن اقل حاجه ان احنا نقدم له البطوله ديت، ومؤمن من اجدع الشخصيات يعني، وان شاء الله ربنا يتم شفاؤه، ويعني كل اللعيبه يعني بتحبه جدا ودايما بيكلموه بيسالوا عليه وبيسندوه، وان شاء الله باذن الله يكون موجود معانا الفتره الجايه دي ويخف هو اللي يلعب معانا كاس العالم ان شاء الله. اخيرا شفت فرحه جمهور النادي الاهلي في كل محافظات مصر والشوارع ممتلئه بجمهور النادي الاهلي امبارح ازاي؟ انا يمكن النادي الاهلي جمهوره كبير وجمهوره عظيم، يمكن انا واحد من الجمهور ده، يمكن شفتها لكن انا معاهم يعني، كان نفسي ان انا انزل الشارع حتى احتفل بيهم، بس يعني احتفل معاهم، فالحمد لله الحمد لله يعني ان احنا فرحناهم، وجمهور النادي الاهلي هيفضل رقم واحد في العالم كله. بنشكرك يا كهربا، والف مبروك والف مبروك. ما زالت الفرحه مستمره معانا واحد ايضا من نجوم النادي الاهلي.